السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج رشيد. استقبلوا معي عفاكم بحراره الفنان قادر جابوني. قادر مرحبا بك. الله يسلمك. نهار كبير هذا، مرحبا بك في المغرب ومرحبا بك في بلاطو رشيد. الله يخليك، كنا فرحان بزاف كي راني هنا في المغرب وبين خاوتي ومع الفنانه نتاعنا لمياء ومع خويا رشيد ومع هذا الببليك الشباب. قدر جابوني، الجمهور من يسمع بانني جايب قدر جابوني سولوني، قلت لهم غنجيب الجابوني، قالوا لي شكون غيدير لك الترجمه؟ يتفاهم، تفاهموا بالعينين. كلشي بخير. صحيحة، من جات هاد الجابوني هذه؟ بون الجابوني ديجا على بالك في لي بلاطو كاع اللي جلست فيهم دائما هذه الملاحظة اللي يقولوها لي دائما، كادير علاش كادير جابوني؟ بالك حنا في احنا اصحاب لي كارتي بوبيلار، احنا حياة شعبية كبرنا وما كاش في واحد في حي شعبي ما دارولوش اسم كي كان صغير يدير لو سيغلون ديالك لو سيغلون تاعو كاع الناس هكذا. اوتوماتيكمون كي بديت نغني وعبالك مع الوقت حنايا كانت واحد المنافسه بين المنتجين في الجزائر، خاطرش كانت وقت لا كاسيت ودائما يخرج فنان جديد، دائما يخرج فنان جديد. فين مكاين حنا عندنا بزاف اللي غني كادير، دوك كادير كاين، كادير بزاف كاين، كادير كادير وتلقوا عليك لي زارتيست كانوا بكري يعرفوني بك جابوني جابوني، وانا اسمي عبد القادر. دونك كادير جابوني شاف المونتاج في هذا. هذا فيك شي حاجه من جابون؟ شويه شويه. هو اللي هو دا يشبه لهم. انا شبهك وحدك، انا معاك. ما كتفكرش تمشي دير سنه رحم العائله شويه؟ وين في الجابون؟ الله العظيم اللي راه في عين نروح للجابون. تبارك الله عليك قادر، مرحبا بك مره اخرى. الله يخليك يا العزيز. مرحبا بك، يسلمك خويا ربيع. الأغنية أنت سبابي اللي سمعناها بصوت لمياء الزيدي، أغنية اللي نجحات والمغاربة كيما شتي الجمهور كله حافظ الأغنية. تبارك الله عليك. الله يسلمك. شنو السر نجاح هذه الأغنية هذه؟ بالك السر فيها أنا الأغنية كانت كلام بسيط، أنا ثاني كي خيرت الكلمات خيرت كلمات اللي نقدروا حنا نفهموهم، نقدروا هنا في خوتنا المغاربة يتفهموهم، في الناس اللي تسمع الراي كاين فيها كلمات بسيطة لحن شباب. هذه هي الأغنية الناجحة، دائما تكون فيها كلمة بسيطة ويكون فيها الميلودي مليحة، هذه الحاجة اللي تساهم في انتشار الأغنية. شكون اليوم الجابوني اللبس ديالك مبدل على العادة؟ اخويا على سي عمراني اعطينا الصور ديالو الحقيقيين، اللبس ديالو الحقيقي جابوني. فوالا هذا جدي، هذا جدي. قادر جابوني اخويا، اليوم كنهضروا على الموضوع ديال الكذوب. ياك انت كتكذب شويه ولا والو؟ كاين الكذبات والكذبات. شحال تقريبا في النهار؟ في النهار ديجا حنا على بالك مع الخدمه تاعنا اوريزبور انا نرقدوا حنايا نيفيتيو الكذب شويه، ما تلاقاوش مع الناس بزاف. مي كاين المواقف تطيح فيهم هايدا على بالك، كاين المواقف تكذب على جال الحشمه، كاين اللي تكذب على جال الله غالب ما يتخبي حاجه الله غالب، كاين كل واحد يتعاملوا على حسابه، وكاين الكذبات اللي تفوت وكاين الكذبات اللي ما تفوتش، المهم هذاك الكذب ما يتعداش لي برانسيب تاعك والمبادئ تاعك، هذاك هو الصح. انا بغيت ندير معكم واحد القضيه اليوم باش نطرح لكم بعض الاسئله، وبغيتكم ما تكذبوش عليا وبصراحة باش نتأكد بأنكم ما كذبتوش عليا خاصني نجيب هريسة. مرحبا. متفقين؟ أنا غنسولكم أسئلة ياك، واللي غادي يهرب من الجواب غادي ياكل هريسة. متفقين؟ تفيقات اليوم عفاكم. نبداو؟ مرحبا. السؤال القدر الجابوني بصراحة، صراحة شكون هو المغني دراي رقم واحد في الجزائر؟ أنا نشوف رقم واحد الكينغ.
خالد يقعد دائما احنا القدمه تاعنا هو خالد كبير المهم نخرجوا يخرجوا دي زارتيز يخرجوا دائما خالد دائما نشوفوا احنا كما فاش وصل الراي واش هكذا ما تقدرش تنكر له هذا الجميل يقعد دائما هكذا هو الاول لمياء الزيدي واش عمرها جاتها الغيره من نجاحات الزملاء ديالها في الميدان ماشي غيره كانت تجيني بحال ياه كنت طحت انا في هذه الاغنيه هذه فين كنت انا من فين كيمشيو مين مين كيقلبوا على هذا الشيء اولا مثلا مصاب نوصل انا مثلا لهذا الشيء اللي وصل مثلا فلان فلاني او لا شي حاجه فهمتي بحال هكا كنمشي ليها كادر جابوني واش عمرك شفرتي شي لحن ديال شي اغنيه الحان تاع اغاني هكذا في البدايه تاعي وي لازم كنت نيميتي كاع فنان نشوفه مليح كنا نيميتيه وندي الالحان ديالو بالك ندخلها في الغناء تاعي مي في لي شونسون اللي نخدمهم دائما عندي اسم عندي ملحنين وعندي هكذا عندي كتاب كلمات هما يمدوا لي الالحان ودي فوا ما عباك الغناء يتشابه هذه حاجه لازم الناس كاع يعرفوا انه الغناء دي فوا تسمع اغنيه يكونوا لي زاكور كيف كيف ولا يكون لا ميلودي الدخله نتاعها تكون كيما الاغنيه فايته سامحه ما نقدرش نقول لك هذه سرقه مي الغناء تاع المورا وكاع يتشابه سي بور سا الناس تدي واحد يدي من هذا لمياء الزيدي واش عمرك مديتي يدك على شي حاجه ماشي ديالك؟ اها طبعا وشكون اللي ما دارهاش؟ قدر غير يسوق لما واحد واش تكلم الله لمياء الزيدي واش عمرها استغلت الشهره ديالها والاسم ديالها باش تقضي مصالح خاصه ديالها نجيك الصراحه والله شوف هذا السؤال هذا والله خويا ما انا من المناجر ديالي كيستغل هاد السميه هادي نجيك الصراحه ها هو راه هو كيسمع كيستغلها مثلا وقفوا مثلا البوليس وقفوا معايا الفنانه هم البوليس يقولوا تبارك الله الفنانه تفضل زيد واخا اللي كان ناصري واخا تيقول لهم الفنانه بحال هكا بالعكس الناس انا ما تنبغيش والله ما كنبغي انا لدرجه بان واحد النهار كنت مريضه ومشيت للسبيطار الطبيب كان صاحب بابا وهو وصاه وقال لي بابا غير وصلي تما واخا تلقاي الناس قول لهم انا بنت الزايدي مثلا وراه غيدوزك انت الاولى لمياء الزيدي وقادر جابوني ودابا بغينا نسمعوا بجوج صراحه في شي اغنيه شنو بان لكم؟ شنو بان لكم تغنيوا لنا اغنيه ماميا بجوج ماميا يا في بليك ثلاثة لا 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 برافو عليكم هاد الاغنيه ما كاينش شي واحد اللي ما غناش في لي زارتيست في المهرجانات غير هو اسمعوا معايا الكلمات ليله الروبلوها هذا راه تحريض على الشغابه شي جاني تليفون جاوب سي مرحبا باللي جا وجاب تليفونات الو الو رشيد شو وي واشو نعم دوكو زين جابوني دوي معاه ها هو
خويا جابوني غندوي معاك بالعربي ما كنعرفش داكشي ديال الجابوني حاول تفهم الحفله نديروها وليله نروبلوها واش تبغى غير تشد واش تبغى تجر معاك عباد الله عندك اخويا شي اغاني في شكل تسبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت وتنعى الشيطان وتقول اعوذ بالله واش اللي مات باقي كيرجع انت واش تبغى تدوخني دو معاه رشيد دو معاه انا دو معاه ما تديش عليه ما تديش عليه مفوز تلمي غنات واحد الاغنيه في شكل غنات لي فام دابور واش لي فام دابور كاينه هذه القضيه كتطبق فعلا عندنا ولا كاينين الناس اللي كيطبقوا لي فام دابور حيت بيني وبينك انتم كتقولوا لي فام دابور كتجيو حتى لاكيس وكتقولوا لي زوم دابور ياك ولا لا كيجيو حتى الخلاص ياك اخويا اش بالك اخويا قادر صح سي جاتكم على قلبكم دابا جاتكم على قلبكم ها ومالك اخويا مالك علاش كنطيبوا ونصبنوا ونجمعوا الحوايج ونجمعوا الدار ونقعدوا حنا ولينا نصبنوا ونطيبوا مزيان اخويا كاين واحد لو بوان كومان بيناتكم واحد القاسم مشترك بيناتكم هو انكم جوج درسوا الحقوق ياك الى ما غلطتش في هذه المعلومه هذه جوج درسوا الحقوق ولهذا بغيت ندير معكم واحد القضيه اليوم تخيلوا راسكم قدام القاضي لمياء الزيديه تغني كن منصفا سيدي القاضي انت غنيتي اغنيه سيد الجوج هي اغنيه تاع سيد الجوج هذه اغنيه كنت عاودتها انا هي الاغنيه تاع الفنان تاعنا الشاب حسن اللي قدم له تحيه مي الاغنيه هذه اللي تقعد من الاغاني الخالده اللي يقعدوا دائما انه اغنيه سوسيال اجتماعيه الناس يقعدوا يحبوها مام نسمعوا لمياء بداو بيا بداو بك يلا كن منصفا لاكام داكور كن منصفا يا سيدي القاضي تخونني لغتي وألفاظي إن الذي أمامك الآن أشبعني ظلما وحرمانا نحالة فعلا لها اغاني الزوينين اللي كنت كنحماق عليهم تحيه كبيره للقيصر كاظم الساهر والفنانه الكبيره اسماء المنور سيد الجوج دابا ولا ها سيد الجوج نورمال ما تعطيها الحق دوك كي غنيت خلاص تعطي لي الحق باز نسمعوا سيد الجوج اسمعني مليح ما تقطعنيش ما تقطعنيش غير الكلمة خليني نهدر تعرف صحيح لا انا ظالم ولا هي ظالمة الخير اللي درته لها قاع راح ريح ردتني شوف الدنيا ظلمة ما بغات تستعقل لسانها قبيح مسلكت انا لا بويا لا ما قدر جابوني بغيت نعطيك بعض الصور وبغيتك تعطيني عليها تعليق
سامخش كيفاش هذه القضيه هذه دون هذا انا مدريد ونحب مدريد مدريد انت وي بيان سور نحب مدريد انا مدريد مدريدي وقالوا لي رجاوي وي نحب تسمع اول جاوي حاجه بالك الناس اللي ما على بالهمش بها انه فريق الرجاء فريق عريق وحنا ثاني عندنا انا من مولوديه انت مولوديه العاصمه نحب مولوديه العاصمه وكاين واحد كاين واحد التشابه بين سورتو بيبليك تاع الرجاء والبيبليك تاع شناوه حنا نتاعنا كاين واحد هكذا وكاين لا كولور ثاني حنا ثاني خضر راسي سي فورسا نحبوا لي كولور خضر نشوفوا صوره اخرى عقل مش عقل نطبر ربي ان شاء الله يرحمه ان شاء الله وانسان كان صديق ليا وهذا كان بالك الحاجه الاخرانيه اللي تعاملت معاه فيها قبل ما يموت كنا درنا نديو انا وياه وكان نديو ثاني مازال ما حبيناش نخرجوه مازال عندي نطلب له دائما الرحمه ان شاء الله سن بالك اللي كنت نشوف فيه ما كنت نشوف فيه منافس وكونترير كنت نشوف فيها انسان اللي واحد يتبعه في خدمته باسكو كان يحب لا ريشيرش يحب يخدم يحب يكتب يالف يلحن والموت خطفاته الله يرحمه ان شاء الله مؤخرا لمياء الزيدي غنيتي اغنيه وطنيه اللي يسمعوها بزاف ديال الناس اللي هي اغنيه مغاربه والله حمدين والله حمدين وان شاء الله يكونوا مغاربه ديما حمدين الحمد لله الحمد لله والبلاد ديالنا دائما تنعم بالامن والامان والسلام ان شاء الله نسمع مقطع منها الاخر فقره في البرنامج فقره ديال التحدي التحدي اللي عندكم هو عندكم دي بوزل فيهم صور ديال المشاهير ناس معروفين انتم خصكم تكتشفوا شكون هاد الناس من خلال الاسئله اللي غطرحوا عليا انا ومن بعد خصكم تركبوا الصور ديالهم متفقين مرحبا تصفيقه تحرى اليوم دونك فوالا الو رشيد فنانه ولا فنان فنانه فنانة مغربية أو لا خارج من المغرب مغربية منين بالضبط في المغرب هي أصلها من الخميسات شنو هو اللون اللي كتغني كتغني الشعبي كاينة وحدة اللي كبيرة والشافة ديالهم كبيرة اللي هي الفنانة نجاة عتابو نجاة عتابو برافو عليك تفضل أنا تاني نقول لك فنان ولا فنانة لا هذا اللي تما ما فنان ما فنانة ممثل ها أه؟ ممثل ماشي ممثل سبورتيف رياضي برافو عليك مغربي ولا هو مغربي عاش في هولندا بدر هاري بدر هاري برافو عليك عندكم جوج دقائق باش تصوبوا لي بوز تفضلوا يلا يلا لمياء برافو انا كنموت على هاد الجوج هادي كومبا ما بين نجاة وبدر لا انا كنحماق عليهم هي نجاة عتابو كنحماق عليها وعلى ولادها الله يخليهم ليها وبدر هاري انا من المعجبين الكبار ديالو والله ينصرو مشرف بينا ومعلي بينا دونك شكون كيشرفنا بارك الله عليكم برافو سبيقه سهره اليوم عافاكم